مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر، معكم من امام مستعجلات ابن رشدو. هذا المشهد المحزن ديال واحد احد المرضى يعني ناس سرير تابع لوزارة الصحة تحت واحد الشجرة امام مستعجلات ابن رشدو، يعني بارك غير الفندق للداخل، يعني غيكون حتى فندق على برا وتحت الشجرة، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. المشاهدين الكرام، مشهد محزن كما كتلاحظوا. هذا راه بزاف ديال المرات كنشوفو هنا في هاد القيتة مسكين كيجي هنا كينعس في هاد السرير التابع لوزارة الصحة. يعني حشومة وعيب، يعني غيدوز غير شي أجنبي ولا شي حاجة يقدر يصور هاد المشهد، يعني غيضر بزاف وغيضر جميع المغاربة. يعني حشومة وعيب، واش وزير الصحة خبار هادشي ولا لا؟ يعني شوفوا هاد المريض في سبات عميق تحت الشجرة أمام مستعجلات ابن رشدو. الناس اللي يعني كاين واحد الامر خص يعرفوا المواطنين، يعني داخل ابن رشدو راه الناس شهورا كينعسوا لداخل، ولكن باش تنعس في بياص وزارة الصحة تحت الشجرة راه حشومة وعيب وعار. فين هما المسؤولين؟ شوف السيد مسكين ناعس. يعني هذا السرير كيكون في لومبيلونس وزارة الصحة تابعة لوزارة الصحة، يعني شوف شكون اللي مساعد معاه دابا وخلاه باش ميناش على الطص، ولكن راه حشومة راه مشهد مخصوش يكون. المسجلات هو هاد السيد مسكين في الناس. في 2023 باقي تنشوفو الناس كتسنى رونديفوات بسنين، كاين اللي مات عاد وصلو رونديفو. هاد السيدة ما عيطنا عرفها مسكينة السرطان الله يرحمها، ماتت عاد وصلها رونديفو عامين ونصو مع 3 سنين، عاد وصلها رونديفو. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث، والى اللقاء.